لإيصال الفلسطينيين إلى درجة. عقد المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج في مدينة إسطنبول مؤتمرا صحفيا بعنوان فلسطيني الخارج وتحديات صفقة القرن. دعا من خلاله منظمو المؤتمر إلى مواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها مشروع صفقة القرن الذي أطلقته الإدارة الأمريكية. المؤتمر شهد حضور شخصيات فلسطينية بارزة، في مقدمتهم الدكتور ربحي حلوم عضو الأمانة العامة في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج، ولفيف من الصحفيين والكتاب والحقوقيين. استهداف مدينة القدس واللاجئين الفلسطينيين واستمرار توسع الاستيطان على يد السلطات الصهيونية محاور أساسية أكد الحاضرون رفضها ومواجهتها بشتى الوسائل. السفارات الأمريكية تواجه قضية شعبنا الفلسطيني حملة جديدة من قبل أمريكا لاستهدافها بالتصفية وإدامة الاحتلال من خلال ما يسمى مشروع صفقة القرن، الذي تسعى إدارة دونالد ترامب المنحازة للكيان الصهيوني لتمريرها من أجل تصفية قضية فلسطين باستهداف ملفات القدس واللاجئين والأونروا والاستيطان والسيادة والاستقلال إلا أن يرفض الصفقة. منظمو المؤتمر أكدوا أن إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية كإطار جامع لكل الفلسطينيين باتت ضرورة ملحة، واعتبروا أن مخرجات اتفاق أوسلو أثبتت فشلها في نيل الحقوق المشروعة للفلسطينيين. ندعو أن تحل السلطة الفلسطينية نفسها وتعلن سحب اعترافها بالكيان الصهيوني. هذا مطلب لنا جماهيريا، كل الشعب الفلسطيني يطلب ذلك، أن تحل أو يتم حل السلطة والتخلي عن أوسلو وكل مخرجات أوسلو. كما دعا المؤتمر إلى تعزيز مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة، وإطلاق انتفاضة شعبية شاملة في القدس والضفة الغربية لإسقاط صفقة القرن نهائيا والسير قدما لتحرير فلسطين، كل فلسطين.